حكيت بلقطة سابقة على موقع قلعة دمشق، موقع قلعة دمشق اللي هو حكيت عليه، اللي هو صاير بالزاوية الشمالية الغربية من مدينة دمشق القديمة، وهلأ لا يزال جدار القلعة هو نفسه جدار المدينة القديمة. طبعا لما حكيت على اللقطة تبع القلعة، كانت هي عبارة عن إيجاز أو بشكل موجز وبعض أحداث مرت فيها، لكن إنه إذا ما ندخل نحن مثل ما حكينا بالتفصيل الممل، شغلة طويلة كتير، ولسه بنحتاج للقطات بالجملة لحتى إنه نقدر نفصل التفصيل. الحقيقة كمان القلعة يعني فيها شغلات كتير حلوة كان ممكن كمان نحكي عليها، يعني أصدقائي قالوا لي لا خليك أنت، تخلي أنت اللقطات شوي موجزة أحسن لحتى ما تخلي العالم يدي خلقها. طبعا في عالم كتير ما بدي خلقها، بيتابعوا الثقافة، وبالتالي بقى لي أنا قلت معلش بنخليها نحن مجزأ بيكون أحسن. المهم لنرجع بحديثنا على قلعة دمشق أو منطقة قلعة دمشق، اللي اكتشفوا فيها فخاريات وفي شغلات حلوة كتير من الألف الأول قبل الميلاد، يعني خلينا نقول كان عمر المنطقة اللي اكتشفوا فيها الشغلات هي تحوّل لحوالي تقريبا 3000 سنة من الآن. الحقيقة هي كمان بنرجع بنكمل إنه القلعة كان فيها مثل قلعة حلب، بس قلعة حلب هي مرتفعة على سطح الأرض المجاورة، بينما قلعة دمشق على مستوى الأرض مباشرة. بنشوفها هي مثل حكايتها مثل قلعة بصرة كمان على نفس المبدأ. نكمل حديثنا على قلعة دمشق بالذات، بنقول إنه فيها حسب مر العهود ومر كمان القرون عليها وشو كيف طريقة استعمالها واستخدامها كمان بنفس الوقت، بنشوف نحن إنه في ناس كمان سكنوا فيها، ولدوا فيها، عاشوا فيها، ماتوا فيها، في شيء بيناتهم تم موجود أثبت وجودهم بالقلعة. طبعا هو كل حاكم بيحاول هو إنه يحط بصمته ببناء شيء معين، وخاصة بصرح معين أو بشيء ديني أو ثقافي، بيحاول دائما يغير شيء أو يحسن شيء أو يرمم شيء، وبالتالي يحط بصمته فيها. بنشوف نحن إنه مثل الأشخاص هدول كانوا هنين موجودين بالقلعة، مثل ما قلت في شيء بيناتهم ماتوا بالقلعة، ومن ثم لاحقا نقلت رفاتهم إلى مواقع تانية، ممكن تكون بمدينة دمشق القديمة نفسها أو خارج المدينة. خلينا نقول نحن الدلائل اللي موجودة هلأ اللي راح نحكي عليها. الحقيقة كمان برجع بقول إنه كان في قواد وملوك، سلاطين، باشوات، أعلام دولة، كتاب، وزراء، أدباء، كانوا هدول عاشوا وسجنوا وقتلوا أو ماتوا بالقلعة مثل ما حكيت أنا فيها تماما. يعني هون مبدأ هلأ شو بدي أنا أحكي اللقطة هي اللي على السريع كمان، ما رح تاخذ كتير كتير لأشياء ثانية. رح عد أنا بعض الأشخاص اللي هن أسمائهم موجودة، وهي اللي ذكروا بحوليات أثرية وأنا نقلت منهم مع بعض المراجع الثانية كمان هلا بحكي عليهم. منبلش فيهم في شمس الملوك أو الفتح إسماعيل ابن طغطين، تقريبا من العام 1131 الميلادي، يعني تقريبا حوالي من هلا نسمي يعني تقريبا حوالي 850 900 سنة. شهاب الدين أبو القاسم محمود ابن طغطين بالعام 1134، يعني بعد منه أربع سنوات. السلطان العادل، كانوا يعني طبعا لهم تسميات كثيره، السلطان الظاهر كذا كذا، اسماء كثيره. بقى هون السلطان العادل هو سمى حاله او هو اختار الاسم، الله اعلم، نور الدين محمود ابن زنكي بالعام 1173. السلطان الملك الناصر ابو مظفر صلاح الدين يوسف ابن ايوب بالعام 1193 الميلادي. طبعا هذا كمان معروف هالشيء، هذا انه صلاح الدين مثل ما قال صلاح الدين هو لقب وليس اسم، اسمه كان يوسف. المهم لنكمل كمان الحديث عن السلطان الملك العادل سيف الدين ابو بكر محمد ابن ايوب، شقيقه لصلاح الدين، اجى بعد ابنه مباشره بالعام 1218 وتوفى بالعام 1218. كمان كان هون، كان موجود هون، كانت مات هو بالقلعة،
وبعدين قالوا نقلوا كمان لمحل تاني، طبعا له مدرسة خاصة فيه كمان، هلا كمان بنحكي عليها شوي تاني وبنحط صورة عنها، ما بنحكي عليها بنحط صورة عنها بيكون أفضل. السلطان الملك الناصر فرج ابن الملك الظاهر برقوق بالعام 1412 الميلادي. الثاني كمان أو يليه الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل سيف الدين محمد بن أيوب بالعام 1226. الملك الأشرف أبو الفتح مظفر الدين موسى ابن الملك العادل سيف الدين محمد بن أيوب العام 1239. طبعا هون شوف شلون الصراع بين العائلة الأيوبية، بعدين صار يعني كانت على أساس شورى ومن ثم بعدين تحولت إلى مملكة ومن ثم سلطنة ومن ثم صار كل واحد يورث أولاده أولاد أولاده. هي موجودة من قديم الزمان ولغاية هلأ نحن بنشوف أنه عادم كثير عم تلجأ لنفس الأسلوب هذا تماما. يلي بعد منه ويلي تليه بقصد هو الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد ابن الملك العادل سيف الدين محمد. يلا أهلا وسهلا أخوان، ابن أيوب بالعام 1237 الميلادي. اللي يليه هو الملك المغيث عمر ابن الملك الصالح أيوب بالعام 1244 ميلادي. بلاحظتون العائلة الأيوبية شلون احتكرت الحكم هذاك الوقت خلال الفترة هي، أنا بقصد خلال الفترة هي يعني القرن 11-12 يعني بهالشكل هذا و13 الميلادي. طبعا هون بتصير منقول كمان يليه الملك العادل كمال الدين أبو بكر ابن الملك الكامل ابن أيوب بالعام 1248، يعني بعد 4 سنوات تقريبا من وفاة الأخير. في عنا بعده يليه الظاهر ببرس البندقداري بالعام 1277 الميلادي، كمان له مدرسة خاصة فيها، خاصة كمان موجودة كمان. هلا أنا حط صورة كمان عن المدرسة ومحل هو نقلوه كمان من القلعة للمدرسة. الأمير عز الدين أيدمر ابن عبد الله الحلبي الصالحي بالعام 1268، هذا أنا آسف ما عندي صور له إنه أقدر أضيفها. الأمير بيدمر الخوارزمي بالعام 1381 الميلادي. الأمير سيف الدين تنبك أو تنبك الحسني الظاهري بالعام 1399 الميلادي. كمان الأمير أقباي الدوادار المؤيدي بالعام 1415 الميلادي. عندنا الأمير سيف الدين جقمق بالعام 1421، كمان رح حط صورة أنا المدرسة يلي تنسب له هنيك دفن هو وأمه مدينة دمشق. في الأمير تنبك أو تنبك ميق العلائي بالعام 1422، الله عم ياخذ أمانته، واحد 21 واحد ثاني 22 1422. الأمير تنبك أو تنبك البجاسي بالعام 1423. الأمير إنال الجكمي بالعام 1438. طبعا المعلومات اللي أنا هلا أخذتها أخذتها من مراجع عديدة، يلي منها هو الحولية الأثرية رقم 35 تحت عنوان أعلام دمشق طبقة الملوك والسلاطين والأمراء المماليك. في الحولية الأثرية رقم كمان 35 فيه كمان أعلام دمشق بس طبقة السلاطين والملوك الأيوبيين، كمان نفس الحولية كمان بال 35. أخذت كمان من الحولية الأثرية رقم 45 طبعا للمرحوم عدنان البني تحت اسم قلعة دمشق بالحولية الأثرية رقم 54. أخذت كمان معلومات عن هزار عمران كان له كمان
كتبت بالحولية الأثرية رقم 44 عبارة عن قلعة دمشق في نهاية القرن الحادي عشر. أخذت كمان من عبد القادر الريحاوي من منشورات القوات المسلحة بدمشق بالعام 1979. نشرت كمان أنا بكتابي سوريا عبر العصور اسم عدنان الحموي طبعا بالصفحة 91 موجز كمان عن القلعة. كمان طبعا مو بس هذول، يعني في ناس كثيرين انا ذكرت اسمائهم موجودين، لكن كمان في اسماء ثانيه كمان عديده، مثلا بالفتره الفرنسيه كان المجاهدين يحضرون بقلعه دمشق مثل ما في البعض يفرج عنه في شيء كذا، يعني مثلا مثل عبد الرحمن الشهبندر الدكتور، مثلا في غيره وغيراته كان ناس كثيرين، بس هذا اللي عم بحكي عليه انا بس هو عباره عن موجز عن الناس اللي كانوا موجودين، يعني اهم شيء كانوا هذيك الفترة هي المعينة اللي عم بحكي عليها. هلا رح احط، برجع بقول رح احط انا اول شيء صور على موقع القلعة نفسها ضمن مدينة دمشق القديمة، ومن ثم بعدين القلعة هي مخططها كمان صور عنها ما في مانع، بعدين بحط انا على كل وين بيصير لي صور لحط على السلاطين يلي ماتوا بالقلعة ومن ثم نقلت رفاتهم كمان لمدينة دمشق وسولون عبارة عن مدارس أو تراب، كمان رح أحط أنا صور عليها، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله ما تكون داخلكم من اللقطة، أتمنى. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.